لا يزال الغموض يكتنف حقيقة بناء وتاريخ سور بهلة بسلطنة عمان، متحديا الدراسات العلمية ومغذيا الأسطورة الشعبية. هذا السور الذي يمتد مسافة 12 كيلومترا يعتبر تحفة معمارية، ويحيط بأكبر القلاع المبنية بالطين والمسجلة بقائمة التراث العالمي. مراسلنا في سلطنة عمان زار ولاية بهلة وسورها الشهير وأرسل لنا التقرير التالي. على بعد 200 كيلومترا تقريبا من العاصمة مسقط، تقع ولاية بهلة في محافظة الداخلية، تتفرد بمعالم تاريخية في مقدمتها سور بهلة وقلعته العريقة المسجلة بقائمة التراث العالمي. سور بهلة، هذا السور، سور بهلة حقيقة يعتبر من المباني المعمارية النادرة على مستوى المنطقة، ليس على مستوى سلطنة عمان فحسب، وإنما على مستوى منطقة الخليج يكاد، لأنه سور يحيط بالمدينة التاريخية إحاطة السوار بالمعصم. سور بهلة دفاعي ذو استحكامات فريدة، يبتد لمسافة 12 كيلومترا تقريبا، فيه أبراج وغرف للجند ومرامي للسهام والبنادق، وله 7 أبواب رئيسة. تاريخه وقصة بنائه يكتنفها الغموض لتعطي للسور عمقا للبحث في أسراره. المصادر التاريخية لا تكشف يعني بالدقة متى يعني تم بناء هذا السور نظرا لقدمه، وكما أشرت لك في الولاية في مدينة بهلة التاريخية هناك القلعة التي يعود بناها إلى عصور ما قبل الإسلام، وهذه القلعة بالمناسبة هي أول معلم تاريخي في سلطنة عمان أدرج في قائمة التراث العالمي لدى منظمة اليونسكو في عام 1987. سور بهلة أو كما جاء في بعض المصادر بالبناء الأزلي، يحيط بالولاية في داخله حصن وقلعة بهلة العريقة، السوق الأثري وما جاوره من حارات إلى جانب بساتين النخيل والأفلاج الممتدة بامتداد السور. بالمناسبة يعني عمان من أقصاها إلى أقصاها، من مسندم إلى ظفار، فيها عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من المعالم التاريخية، سواء كانت قلاع، حصون، أبراج، أسوار، حارات قديمة تدل على عمق الاستيطان البشري في هذا الجزء من الوطن العربي. وبالتالي يعني وجود هذا السور بهذه الكيفية هو ليس بمستغرب. السور على فترات مختلفة ولظروف ارتبطت تارة بالحروب وأخرى بعوامل التعرية تعرض لعمليات الهدم يقابلها عمليات الإصلاح والترميم، ليبقى شامخا شاهدا على براعة الإنسان العماني في العمارة. لا يزال سور بهلة يشكل أهمية رغم انتهاء دوره العسكري، إلا أن قيمته الحضارية والتاريخية حفظت له مكانته وما يكتنفه من أسرار. لتلفزيون مملكة البحرين، أحمد بن بارك الدرمكي، ولاية بهلة، سلطنة عمان.